الحزام الأخضر في المثنى مشروع ذهب أدراج الرياح منذ سنوات التي كان يفترض أن يصدها ويحمي المحافظة من تداعيات التغيرات المناخية ومنها العواصف الترابية. هذا المشروع اليوم إذا ذهبت ورأيت يعني المواد التي يعني أنشئت لهذا المشروع تجدها متلفة تماما. حزام أخضر ماكو إطلاقاً ماكو. صحيح قبل تقريباً قبل 6 سنوات أو 7 سنوات يعني أسسوا حزام أخضر وانتهى. هسه شجر يابس ما سقي ماكو. أكو مشروع يتأسس وهو اسمه حزام أخضر، مصدات للرياح، مصدات للأتربة، حماية المحافظة، فينهمل. المشروع شرع بتنفيذ نسبة لا تكاد تذكر من أعماله وانهار بعد تهميشه من قبل الجهات الحكومية المعنية بالرغم من أهميته البالغة، حيث تشكل الصحراء مساحة تقارب 90% من أراضي المحافظة. تم تنفيذ 3800 متر من أصل 37 كيلو متر، وطبعا يعني نسبة قليلة من هذا المشروع، وتم التخصيص في وقتها من مشاريع تنمية الأقاليم، ولكن للأسف الشديد لم يتم تنفيذ هذا المشروع بسبب قلة التخصيصات المالية، وأيضا بسبب أنه من يتبنى هذا المشروع. مشروع الحزام الأخضر تم سرقته. مثل ما نعرف احنا عندنا مشروع حزام أخضر تقريبا قبل 10 سنوات ب 800 مليون دينار عراقي، يعني بالنهاية صار عبارة عن مضخة وعبارة عن مجموعة من الصوندات اللي تنقل المياه. يعني هاي المشاريع قاعد يضربها الفساد. ويرى أهالي المثنى أن المشروع كان سيدر أموالا طائلة على المحافظة من خلال استثمار أشجاره المثمرة والسياحة الداخلية، إلى جانب وظيفته الأساسية في حماية بيئة المحافظة، لكن الفساد كان أكبر منه.